الكرام، رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل. ومثل ما نوهت قبل ما نطلع بهذا الفاصل انه راح انضم وياه يا ضيف وخطارنا اليوم في الاستوديو، راح نتحدث فيها عن صناعه المحتوى وتفاصيل. ضيف اليوم في الاستوديو صانع المحتوى احمد هاشم. نورتني احمد ومساء الخير والعافيه. مساء النور، الله يخليك ست. شكرا جزيلا لك وشكرا لقناه سامراء على الاستضافه الجميله. وصراحه قناه سامراء واحده من القنوات اللي دائما تدعم المواهب وتدعم صناع المحتوى، مشكورين. حياك الله، وهذا واجبنا. احمد، نتحدث اليوم عن المحتوى الهادف. وبما انه انت صانع محتوى اليوم، انت كصانع محتوى اليوم شلون تشوف انه هذا المجال بيه من الصعوبات؟ لانه ممكن اكو ناس تستقبل من عندك واكو ناس تنفر وتعطيك تعليقات السلبيه، شلون تتعامل ويا هذا الموضوع؟ صراحه التعليقات السلبيه تجينا قليله اكثر من التعليقات اللي تكون بها اسئله. فعلا. طبعا ليش احنا محتوانا ايجابي، الناس هي ما تجي الا اللي تحبنا، فتجي اسئله مرات اكثر من التعليقات السلبيه. اما مواجهه التعليقات السلبيه فاكيد نعاملهم باحترام وبحب، ما يصير سلبيه بسلبيه، هذا راح يولد تنافر ما بين بيني وبين هو اول وتالي هو متابع. انا هدفي مو هدفي يعني مشاهدات او لايكات اكثر، احنا ما عندنا منافسه. نعم. اهم شيء نريد نوصل فكره للشارع العراقي، اهم شيء نريد نوصل معلومه للشارع العراقي، نزيد الوعي الناس، هو هذا الهم الاول والاخير من المحتوى. نعم. طيب احمد، اليوم انت تناولت كثير من المواضيع الحساسه اللي تخص المجتمع. نعم. شلون تناولتها؟ شلون صغتها بصيغه توصلها لكن بدبلوماسيه؟ نعم. اكثر يعني هواي، يعني طرحت هواي مواضيع وخصوصا المواضيع الحساسه مثل نعم. الجندر، الحريه الشخصيه، مثل ما قلت يعني الحلقه السوداء، فهذه المواضيع شويه حساسات. اكثر شيء اللي واجهنا سياسات التطبيقات. هذه من الصعوبات اللي تواجهها انه سياسه التطبيق. البرامج، يعني هساني اخر فيديو عندي نعم. فيديو الحريه الشخصيه، ما بي اي شيء مخالف لهم، لكن على تطبيق التيك توك انحضرت 90 يوم من النشر، ما انشر اقدر 90 يوم انحضرت. والله ليش مخالف لارشادات المجتمع؟ زين، هو تطبيق تيك توك نفسه اكو فيديوهات بمحتوى هابط ما انزل الله بها من سلطان، يعني ليش واللايفات اللي تنفتح واللايفات على قولتك، فما اعرف ليش ما يحضرونهم، مشددين علينا احنا صناع المحتوى اللي الهادف او اللي نوعي الناس. بس انا اشوف هذا الشيء معاكس ل مدراء الشركات، يعني تعرفين هم اغلبيه هاي التطبيقات الدول الغربيه، فانت من تحكي موضوع ضدهم اكيد راح يحضرونك، ما يخلونك صوت ناطق عليهم. موضوع الجندر اخذ صدى كبير بالمجتمع. صح. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. شلون صخته؟ شنو هو الجندر؟ يمكن اكو بعض الناس انهم ما عندهم الفكره الكافيه انه هو شنو هذا الموضوع، قد مدى خطورته. ست، موضوع الجندر نعم. يعني ببساطه راح احكي لك اياها بلغتنا العاميه مثل نعم. باللغه البيضاء بالفيديو. اي صحيح. فيقول لك الطفل اول ما يطلع للحياه من نعم. بطن امه ما يصير يحدد جنسه ذكر او انثى. هاشم اي والله موجود هذا، وحتى بالعراق يعني للاسف نعم. من سياسيين ايدوا هذا الشيء ودعموه للاسف. طبعا هذا الشيء مخالف شرائعنا الاسلاميه ولعاداتنا وتقاليدنا. السياسيين اللي موجودين داخل قبه البرلمان؟ بداخل قبه البرلمان موجودين هم اللي دعموا قضيه الجندر. دعموا قضيه الجندر، وتقدرين تراجعين تشوفين تقارير، احنا بلد ذكر اسماء، تقدرين تشوفين وتراجعين التقارير وافقوا عليها، ومؤثرين وموجودين ولهم اسمائهم، هذه وحده. اما الجندر بتعريفه العامي يكبر يصير يعني 14 15 سنه يلا يحدد نوع جنسه، هو ذكر انثى، او ممكن يعني اسف على المفرده ممكن يصير حيوان اجلكم الله، هو يحدد نوع جنسه. هذه موجوده بامريكا ببريطانيا بغير الدول الغربيه، حتى بالمدارس تنطرح هاي الفكره، لا تقول له انت ذكر او انثى، لا هو يكبر هو يحدد نوعه، ممكن حتى يصير حيوان عندهم طبيعه عادي. يعني انت هسه صفنتني وصدمتني بنفس الوقت انه هيك موضوع حساس موجود بشارع العراقي العقليات. يعني انا اوجه لهم تحيه اخواني بصناع المحتوى الديني وصناع المحتوى الايجابي، هم اللي اراء اليوم رجال الدين من هذا الموضوع لازم تكون اقوى. ركز يحكي، بس انت اذا ما حد يتعاون على هذا الشيء ما راح تقدر تنفيه. اكيد طبعا. بالتالي احنا يعني اذا هم سياسيين الاكارم الحمد لله والشكر وافقوا عليه، احنا شنو نسوي بعد؟ لازم تكون رده فعل الشارع العراقي، وهذا الشيء هم من مسؤوليه لصناع المحتوى. علاج هذه الظاهره شنو احمد؟
تقطعها اي شيء يروج لها، تفهم الشارع، توعي الناس. برايك يعني هسه مثل اسف اقاطعك، المنبر نعم. الديني لازم يحكي وجاي يحكي، صناع المحتوى الايجابي لازم يحكون. انا حتى اعتب على بعض القنوات، بعض القنوات ما جاي تشوف هذا الشيء. ممكن انه اليوم انه بعض القنوات التلفزيونيه او بعض يعني الاعلاميين زملائنا وحتى الاعلاميات ما يروج له في سبيل انه ما ياخذ صدى اكبر. هذا خطر، شو ما تروج له اكثر؟ يعني ما يلفت انه بعض اراء الناس او مثلا ما يلفت انظارهم في سبيل انه ما ياخذ صدى اكبر. مسؤوليتنا اليوم لازم نوجه العوائل، لازم نوعي الشباب، لازم حتى الاطفال. اكو هسه انا جاي اشوف مجالس حسينيه انطلقت للاطفال، توعيتهم تثقيفهم. اذا ما تبني جيل صحيح انت وين متجه؟ هذا الجيل صحيح جاي ممكن يتم علاجه من خلال خطب الجمعه بالجوامع وايضا بكل المنابر اللي تنظر. زين احنا ليش ندب اليوم بس على خطب الجمعه والمنابر؟ ليش ما نتحرك قنوات؟ ليش ما نتحرك سياسيين؟ ليش ما نتحرك صناع محتوى؟ احنا اليوم فالحين يفتح لبث 4 ساعات 5 ساعات يحكي براحته بدون ما يركز على سلبيه بالمجتمع العراقي. قبل فتره صانع محتوى يفتح بث جولة فلان، ما اريد اذكر اسمه، جولة فلان انقلب العراق عليه، انقلب، ناس باعت قلايد، ناس باعت سيارات، ناس 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 اموال طائلة صارت اليه. زين ليش ما نسوي نفس هاي الحملات على هيك افكار مسمومة اللي يتهدد الاسرة العراقية، اللي يتهدد الشارع العراقي؟ شو تأثير الاسرة اليوم على هيك افكار يعني تشوه عقول الاطفال؟ والله ما عندي يعني نسبة معلومة على مود اقول لك ايش قد النسبه مؤثره او ما مؤثره، بس هي خطر على الشارع العراقي. ولازم نوعي الجيل القادم، لازم نوعي اهلنا، عوائلنا الكريمه، اطفالنا، الشباب. هذه مسؤوليه، انا اشوفها مسؤوليه الجميع، وما نذب اللوم على واحد. احمد، احنا اليوم في مجتمع تسود العادات والتقاليد والاعراف العشائريه، لكن هيجي مظاهر الجندر وغيرها وايضا المثليه بدها تكثر وبدها تصير بشكل جدا مبالغ. يعني هسه صارت بالشارع عادي نشوف انه شخص انه هو يعني مختلط بين الذكوره والانوثه، هو عنده شعر طويل هو ومع العلم اكو البعض منهم انه انت تتعامل وياه كبنت وهو اصلا انه ولد. هاي الحالات بدها تكثر. شنو رايك انه ممكن انه تاثير مواقع التواصل الاجتماعي صارت لها التطبع بالغرب والجاي يشوف، انت جاي يشوف كل شيء متاح لك، يعني وين ما تروح هذا الشيء موجود. فاحنا شوي انا اشوف يعني بوجهه نظري المجتمع العراقي مجتمع تقليدي، والمفروض احنا ما نصير هيك. احنا عندنا عادات، تقاليد، عشائر، دين، احنا مجتمع ديني بحت. نعم. ليش جاي يسوون هيك؟ والله ما اعرف، بس هي ترجع اخطاء من التربيه، الطلعه الطبه بدون مراقبه ومحاسبه. بالاضافه الى انت يجي يطرح نفسه صانع محتوى، سوى 3 فيديوهات 4 وينجر مع الروجه وراح. بالتالي يقوم انت صناعه المحتوى ترى هي مو يعني شيء بسيط، انت عندك متابعين راح يقلدونك ويتاثرون بك. لازم يعني تكون دقيق. اي دقيق باختيار كل شيء. انا يعني مره سمعت صانع محتوى قال اني صعدت بث ادخن، فتحت الرسائل لقيت الامه محاكيتني، ام طفل متابعه، قالت له جاي تعلم من عندك تدخين الجقاير. فشفت التاثير وين واصل احنا؟ فاحنا ما تقدر تطرح نفسك صانع محتوى على لا شيء، صفر قيمتك موجودة بالمجتمع، صفر وعي، حتى آسف أنا أخلاق اللي يفتح بث ويطلب من المقابل هيك أشياء، يعني صفر مبادئ، صفر أخلاق. بما أنه أنت على تماس ويا صناع المحتوى الهابط والهادف. طبعا. اليوم ويا حملة وزارة الداخلية لإيقاف المحتوى الهابط، ايش قد سوت تأثير إيجابي وأيضا يعني سوت حد لهذه الظاهرة بالمجتمع؟ وأيضا أنت بتشوف قلة أنه اكو هيك ظواهر أو مثلا هيك محتويات. شت الحملة وحدها ما تكفي. نعم. الحملة وحدها ما تكفي. صراحة أنا إذا أشوف بعد على التيك توك مفتوح. موجودين. هو ليش يعني انسجن 3 أشهر شهرين وطلع؟ أنا وجهة نظري انشد اي انا مشدد عليهم العقوبه انه ما يفتح حساب نهائيا. ليش؟ انت جاي تصدر افكار للمجتمع، جاي تصدر افكار للشارع العراقي، واحنا ما عايزنا اللي هم جاي يصدرون افكار من الخارج. ما شاء الله احنا حتى كنا نستنتج افكار ما شاء الله جاي نشوفها. فالافضل نقوي الحمله بعد. هسه جاي اشوف الحمله ضئيله شويه، شبه متوقفه. رجع الحمله ونعلي مستواها، اما بحبس شديد
والصراحة يعترضون عليها الجماعة. ليش؟ أنت صانع محتوى حرية شخصية، يحطونها بإطار الحرية الشخصية. الحرية الشخصية ما تشجع وأيضا تنطي دافع للأطفال وللمراهقين أنهم يخطون بخطوات بعيدة عن الدين والأخلاق. صح. طبعا الحرية الشخصية ما قالت لك والله اترك جنسك وروح تحول تكون مين حيوان، اترك عاداتك. اي والله موجود. والله شر البليتي ما يضحك. إيه والله هذا موجود. انا جاي احكي لك يعني انت اكيد مجالك الاعلام وهاي بعيد تكون عن مواقع التواصل. نعم. بس احنا على تماس وياهم، فما بتيجي بالحرية الشخصية. الحرية الشخصية يعني عندي ماي بارد وعندي حار، اشرب بارد اشرب حار، قهوة شاي، هذا شيء لي راجع. بس مو يعني تحول عاداتك تقاليدك وايد غير من امورك وافكارك. هاي مو حرية شخصية ترى. بس احتمال يحضرون اللقاء. لا ان شاء الله ماكو شيء. بالتالي احنا نحكي وقائع وهاي موجودة طبعا. هذا حديث من اني اتذكر من كنت بالاول ابتدائي كانت اكو مادة الاخلاقية صح موجودة في المدارس، منهج يدرس وايضا درس معتمد. بعد ممكن تشوف اذا رجعت فعلت هذه المادة ممكن تسوي تأثير، بالاضافة الى هذا انه اليوم دور الاهل جدا مهم. ضروري ترجع هاي المادة مع التجديد من المعلمين والكادر التدريسي، تحياتنا لهم. ودور الأسرة، الطفل من يطلع من الأسرة معلم يعني متربي صح، أخلاقه صح، راح يلقي كادر تدريسي صح، مادة يدرسها عن الأخلاق وعن تعاليم الدينية، هنا راح يكون طفل واعي مرتب يقدر يواجه هاي الأفكار وغيرها. طيب احمد اليوم هذا مثل ما ذكرت لك بالبدايه، اليوم انه اي شخص عنده فكره يشوف دعم ويشوف صح. احباط من قبل الاهل او الاصدقاء، يا اما يشجعوه يقدمون للخطوه للامام، يا اما انهم يكسرون واسه مثل ما يقولون. من اللي دعمك؟ من اللي يشجعك تستمر بمحتواك؟ يعني انا اخاف اذكر اسماء او يعني البعض يزعل، فانا اللي الناس دعمتني هواي، بالتالي انا ما قدرت اوصل هاي المرحله اذا ما عندي دعم. نعم. دعم من الناس مو دعم مادي. دعم من الناس، اول شيء اوجه له التحيه حبيبي الاستاذ مصطفى علي الشاعر، واخوي وصديقي علاوي ابو دانه. اما من صناع المحتوى فحيدر رايت، صانع المحتوى الديني، والحبيب محمد العبودي، حسين الجبري، الاستاذ مهدي ليث المهتم بالبيئه وامور. نعم. المناخ بالضبط. اي مهدي ليث همين دعمني ببداياتي، فاني اشكرهم، ولو ما هذا الدعم مالتهم انا ما واصل لي جاي. اذا اليوم انت شفت اكو دعم من قبل الرواد وصناع المحتوى اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. كل اللي ذكرتهم هم حساباتهم اكثر من اكثر من اعداد حسابي بالاف يعني. فلذلك هم اللي يدعموني واني اشكرهم يعني من خلال قناتكم. أحمد كبداياتك أنت كصانع محتوى اختاريت المواضع الإنسانية والمجتمعية البحتة. صح. أكثر موضوع شفت أكو في التفاعل وياك من قبل المشاهدين أو مثلا من قبل التعليقات، يعني توجه الريلز مالتك أكثر وأكثر. أنا هسه آخر شيء نزلتهن عن التحرش وعن الحلقة السوداء، وقلت لك عن الحرية الشخصية. احكي لي شوية بالحلقة السوداء. الحلقة السوداء هي احنا الأغلب الشباب لابسينها اليوم، بنات ولد لابسينها على انه هي اكسسوار عادي لابسينها. وذاك اليوم انا ما اريد اذكر الاسم، اعلامي معروف دخلت وياه خاص وحكيته وقلت له عليها. الحلقه السوداء تعني اللا جنسيه، يعني ما عنده رغبه جنسيه لا باتجاه الانثى ولا باتجاه الولد، صفر. نعم. اي هي هذا موضوع الحلقه السوداء. الحلقه السوداء هي فكره غربيه دخلت في العراق، هم مستحدثه يعني بالامور الجديده، دخلت على شكل اكسسوار باللبس، واليوم هواي من الشباب نشوفها لابسينها. تشوفه انه هو هذا الشخص لبسها باللاوعي لو هو عنده ادراك بالموضوع؟ لا لا، يعني الاغلبيه اللي جاي اشوفهم انصحهم لابسينها هيك مجرد اكسسوار يعني. بعد لازم هاي يدير باله من يختار اكسسوار. اي لا ست، اليوم احنا مهددين. نعم. انت ما انت عندك مجتمع اسلامي محافظ لحد الان اتبع تعاليمه، تتبع تعاليمك انت. هاي الدول الغربيه نحو تطور التطور والحداثه والامور ما يخلونك براحتك طبعا، دائما بين فتره وفتره يدخل لك فكره، يدخل لك سالفه يشوفك. تشوف اليوم العراق بالتحديد من قبل كل العالم، انا اشوفه يمكن اكثر بلد مستهدف. العراق بلد مستهدف بالافكار الغربيه وهاي الامور، يعني شلون يخلونها؟ احنا ذكرناها، يخلونها باطار الحريه الشخصيه.
إذا إحنا اليوم نحتاج إلى دورات توعوية لفهم دورات توعوية نستعان بمدربين التنمية البشرية المفروض بالشيوخ بوجهاء العشائر بالمؤثرين اللي عندنا بصناع المحتوى الإيجابي، مو تجيب لي صانع محتوى هابط تجيبه وصعد على الستيج وتعال اشرح. هو صانع المحتوى الهابط هو يراد لواعي مو يوعي الناس. ما شاء الله جاي نشوف لهم تكريم. أضيف على الكلام شوية، أكو قنوات من جاي يسوي برامج استوديو قاعدين ومن كل هناك واستضاف البرنامج، هو صديقه خلف البرنامج ويجي طارحه انه ضيف، والله شنو محتواك؟ يبقى يسال بي ويحاور بي، هو صفر محتوى، هو يشوف بثوثه لا اخلاقيه موجوده بالتيك توك وبالانستغرام ويشجع الناس و... احمد انت طرحت موضوع جدا خطر، ويمكن بعض الناس وبعض المشاهدين ما يعرف شنو موضوع الحلقة السوداء. ما استنتجت هذه المعلومات؟ من جمعت معلوماتك؟ وضح لي أكثر وأكثر في سبيل أنه اليوم تكون الناس حذرين. اللي صار أكو تجمع ببغداد ما أذكر اسمه صراحة، وطلعت بنية موجودة المقطع على اليوتيوب هي اللي حكت، وحركة اللاجنسية موجودة خصوصا ببريطانيا وأمريكا. فأنا دخلت عليهم بحثت استوحيت الفكرة حولتها الى كلام باللهجه يعني باللهجه البيضاء الدارجه البيضاء وسويت عليها فيديو بالاستعانه بالفيديوهات قلت لك هو موجوده يعني موجود الفيديو على اليوتيوب الكل تقدر تشوفه. اكو ربط بينها وبين الجندر؟ لا، الجندر الطفل من يكبر يلا يحدد عمره. يصير 16 15 سنه سن البلوغ يعني. بس الحلقه السوداء لا، نافي، ما عنده رغبه جنسيه نهائيا لا باتجاه الذكر ولا باتجاه الانثى، صفر. شلون يتكاثرنا؟ مي بين توشيني. احمد ممكن انه اكو بعض المواضيع الحساسه اللي انت تشتغل عليها، اليوم شلون تملي معلوماتك وتحصن نفسك قانونيا وايضا معلومات كموضوع باكمله؟ شفت قانونيا يعني ما اشوف نفسي محتاج حمايه قانونيه. المواضيع اللي جاي نحكيها هي مواضيع دارجه صايره بالشارع العراقي. اما يعني اتمنى ولو هي جزء مناشده جزء ما توصل يعني. لا ان شاء الله توصل، احنا نقول ان شاء الله توصل، بس يعني السياسه مال تيك توك والسياسه مال الانستغرام لازم تتغير. يعني فيديو ما بي شيء يجي حضرك بلاغات يقطع يعني شوفوا من الناس اللي تكره يقطع الوصول للناس، اصحاب المحتوى الهابط انه يأثرون عليكم. اكل خصوصا جماعه المحتوى الهابط جاي يشوفها. احمد انا وصلت وياك الى ختام حديثنا لهذا اليوم، جدا استمتعت بالحديث وياك. انا اشكرك وبالتوفيق لك. شكرا جزيلا، الله يخليك، حياك الله.